عملية تجميل القمح بتخوف جدا، نتائجها مش مضمونة. طبعا الكلام ده بالمعكوس ومش صحيح تماما. عملية تجميل الأنف عملية دقيقة لكن نتائجها مضمونة 100%. الأنف من الحاجات اللي بتأثر جدا في شكل حضرتك ومظهرك، وبالتالي بتأثر في السيلف ستيم أو ثقة حضرتك في نفسك. الأنف بتتكون من جلد وظريف وعظام، وأي مشكلة واحد من الثلاثة بيأثر على شكل حضرتك. عملية تجميل الأنف من العمليات الآمنة اللي اتعملت بدقة واحترافية عن طريق متخصص في جراحات الأنف، بتكون نتيجتها مرضية جدا لحضرتك وأقل مضاعفات ممكنة.